احنا هان من حي الطور من جانب منزل الشهيد حسين كريكة. اجوا هنا هاي تاني يوم على التوالي امبارح واليوم برضو نفس الاشي، قنابل غاز، قنابل مطاط، رصاص حي. اي بني ادم بمرك من قدامهم بطخوه، منع تجول، لا سيارات بينزلوا ولا سيارات بيطلعوا، واللي ساكنين بكل العمارة اطلعوهم ما خلوش ولا العمارة مكونة من 14 سكنة و14 عيلة من عيال متفرقة، هاي العمارة اطلعوهم كلهم ما خلوش ولا واحد بالعمارة. رصاص حي عبو جانب المطاط هايكم زي ما انتو شايفين، قنابل الغاز على الدور، السيارات تكسري ما ضلش سيارات بالشوارع ومحدش سائل. الرصاص كل واحد ياكل مطاطه ياكل رصاصه يروح يسوي حاله ما توجعش ما اكلش رصاصه.